يعطيكم العافية، معكم حنين أبو صوي من فريق اي تي. هالمرة موضوعنا عن random variables، وهو أول موضوع موجود chapter 4. random variables هي عبارة عن قيمة رقمية بتعبر عن متغير ناتج من حدث عشوائي. كيف يعني حدث عشوائي؟ يعني إنه ما بيعتمد على قانون معين أو حقائق معينة، زي مثلا إني أسحب كرة لونها مثلا أصفر من مجموعة كرات، ما بحتاج انه قانون معين علشان انه احسب احتمالية انه يطلع معي كرة لونها كذا. تمام، في عندي لازم عشان احل يكون في عندي probability distribution table. probability distribution table of x consists of all possible values of discarded random variable with their corresponding probabilities. بستخدم هذا الجدول عشان اطلع احتمال ظهور متغير x في كل مرة. طبعا هاي الجدول هيك بيكون شكله، بيكون في عندي x وقيمة p of x، قيمة x واحد p of x p of واحد وهيك. في شغلة لما احسب p of x بحسبها بالنسبة لباقي قيم x، يعني مثلا لو كان 1 2 3 4 وتحت نفس الشيء، لما اجي احسب الواحد بحسبها 1 على 5 وحسب الاحتمالات اللي معي. هلا بالامثله بيبين معي اكثر ان شاء الله. في شغله لازم اعيد اكرر عليها، اللي هي مجموع الاحتمالات تساوي 1. هاي الشغله كثير راح احتاجها بهذا الشابتر. عشان احسب الراندوم فاريبلز في عندي قوانين للمين والفاريانس. المين هي نفسها بعتبرها بهذا الشابتر هي نفسها الاكسبكتد فاليو، وعشان احسبها راح اخذ قيمه x1 ضرب p1 زائد x2 ضرب p2 زائد x3 ضرب p3 لحد xn ضرب pn. يعني باخذ كل قيمه من قيم x وبضربها بالp of x او p of 1، يعني كل قيمه مع تعويضها. اما بالنسبه للفاريانس، الفاريانس هي نفسها فاريانس الاكس يساوي expected value للx تربيع ناقص expected value تربيع. كيف يعني expected value للx تربيع؟ يعني باخد كل قيمة من قيم x موجودة بالجدول، لما اجي احسبها بحسبها على نفس قانون expected value اللي هو x1 ضرب p1، بس بدل ما احط x قبل كل b بحط x تربيع، يعني 1 تربيع ضرب b الواحد، 2 تربيع ضرب b الاثنين، 3 تربيع ضرب b الثلاث، وهيك لاخر الجدول. اما expected value لكل تربيع هي نفس expected value الأصلية اللي بنحسبها عادي بدون تربيع، وبربع الجواب تبعها وهيك بيطلع معي القانون. يعني القانون بيكون expected value للx تربيع ناقص expected value لكل تربيع. عندي هالمثال بحكي suppose a family has three children show all gender combination with regard with no regard to birth order. عم بحكي بدون ما أعطي أهمية لترتيب الأبناء بده يعني أطلع الاحتمالات، يعني يا بيكون 3 بنات أو 3 أولاد أو 2 ولد أو 2 بنات بدون ما أنتبه أو بدون ما أعطي أهمية للاحتمالات. تمام، للترتيب عفوا. الفرع الثاني بيحكي determine the number of different birth order arrangements that are possible. يعني هون بدي أنتبه للترتيب، يعني ممكن يكون 3 بنات أو 2 ولد أو بنت ولد بنت، وهيك لكل الاحتمالات. يعني زي ما شايفين ممكن يكون 2 ولد بس بأكثر من شكل، يعني ممكن يكون 2 بعدين ولد بعدين أو بنت ولد بنت، أو هون نفس الإشي معطيني girl boy girl girl. يعني 3 احتمالات لأنه يكون في 2 ولد، مشان هيك لازم أرتبه للترتيب وأذكر كل الاحتمالات الواردة بكل أشكالها. وهون نفس الإشي في عندي ممكن يكون إنه ولد واحد، وعندي هون مثلا girl girl boy girl boy girl، وهون نفس الإشي boy لا boy girl girl بالضبط. يعني عندي 3 أشكال لأنه يكون في عندي ولد واحد. هلا بنشوف الفرع اللي وراه. create a probability distribution table for the number of girls in the family using the birth order arrangements. بدي يعني أعمل الجدول اللي حكينا عنه قبل شوي وأمثل على قيم ال birth order arrangements، بس بدي أطلع احتمالية إنه يكون في بنت. فبدي أشوف بالنسبة للبيرث أوردر أرنجمنتس، يعني بدي أستعين بالقيم اللي طلعتها بالفرع اللي قبل. بحكي لي أول إشي هون إنه ما يكون فيه ولا بنت، في احتمال إنه يكون ما يكون فيه ولا بنت. في عندي مرة واحدة من أصل 8 مرات لما أجي أعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مرات مرة واحدة ما بيكون فيها بنات. المرة هون بحكي لي كم احتمالية إنه يكون فيه بنت واحدة، بروح بطلع هون هي 1 2 3 فبطلع 3 على 8 نفس الاشي، 2 1 2
3 على 8 برضه، وانه يكون 3 بنات احتمال 1 على 8. ممكن يجي يسالني يحكي لي احتمال انه يكون في اكثر من بنتين او اكثر او يساوي بنتين. بهاي الحاله بحكي p of x يساوي 2 زائد p of x يساوي 3، بجمعهم 3 على 8 زائد 1 على 8 بيطلع معي 4 على 8. هون بحكي لي p of x اكبر من 1، يعني نفس الاشي اكبر من 1، يعني بدي انسى الواحد اللي قبله واخذ اللي وراه اللي هو 2 3، بجمعهم 3 على 8 زائد 1 على 8 بيطلع معي 4 على 8 ويساوي نص. او مثلا ممكن يسالني باكثر من شكل، مثلا هون كمان بيسالني انه اكبر من 0 واقل من 3. اكبر من 0 يعني 1 و2 و3، اقل من 3 يعني حيصفي عندي ال1 و2، بجمعهم مع بعض 3 على 8 زائد 3 على 8 ويساوي 6 على 8. الفرع الرابع بحكي لي find the expected value. ال expected value حكينا لها قانون معين اللي هو x1 ضرب p1 زائد x2 ضرب p of x2 زائد x3 ضرب p of x3، وهكذا لنهاية القيم اللي معي. بعوض فيه عندي ال x1 هون قيمتها 0، بعوض 0 ضرب ال p of x1 اللي هي p of x1 اللي هي p of 0 يساوي 1 على 8، والx2 1 ضرب 3 على 8، الx3 اللي هي 2 ضرب 3 على 8، والx4 اللي هي 3 ضرب 1 على 8، ولما احسبها بيطلع معي الجواب 1.5. في عندي الفرع الرابع الخامس بحكي لي find the variance. ال variance حكينا له قانون اللي هو variance يساوي ال expected value للx تربيع ناقص ال expected value تربيع. هلا بنشوف الفرق بينهم. ال expected value للx تربيع لما اجي احسبها باخذ كل قيمه من قيم x وبربعها لما اجي احسب على قانون ال expected value. يعني هون بحكي 0 تربيع ضرب 1 على 8، 1 تربيع ضرب 3 على 8، 2 تربيع يعني 4 ضرب 3 على 8، و3 تربيع 9 ضرب 1 على 8. لما بحسبها بيطلع معي الجواب 3. اما الـ expected value الكل تربيع اللي هي الـ expected value اللي طلعتها قبل شوي للإكس لحال e of x طلعت معي 1.5، لما اربعها بطلع معي 2.25. هلا بعوض بقانون الفاريانس اللي هو e of x تربيع ناقص expected value للإكس الكل تربيع، بطلع معي 3 ناقص 2.25 بطلع معي جواب 5. اخر فرع عندي find the std اللي هو standard deviation. حكينا كيف بنحسب standard deviation من اول ماده، واحنا نحكي انه standard deviation تساوي جذر الفارينس، او بحكي انه الفارينس يساوي standard deviation تربيع. يعني لما اجي احسب هون standard deviation رح اخذ الفارينس اللي طلعتها هلا 75% واحطها تحت الجذر وبطلع معي الجواب 0.87%. اخر موضوع عندي بالنسبه للراندوم فاريبل هو linear equation أو define new random variable. يعني كيف إنه أعرف متغير جديد على نفس القيم اللي كانت معي بالrandom variable. أول إشي عندي مثلاً ال x هي عبارة عن random variable وال y هي new random variable، تمام؟ كيف بدي أطلع كل إشي بخصوصها مثلاً عن أشياء زي ال expected value أو ال standard deviation أو ال variance لل y مع إنه ما عندي عنها أي معلومات. في عندي هذا القانون عشان اطلع الواي، وبيكون غالبا معطيني اياه بالسؤال اللي هو واي يساوي a ضرب x زائد b. هاي المعادله اللي بطلع منها قيمه واي، تمام. وفي عندي الاكسبكتد فاليو للواي. الاكسبكتد فاليو للواي برضو لها قانون اللي هو a ضرب الاكسبكتد فاليو للاكس زائد b. زي ما شايفين كانه هون عوضنا نفس الاشي، بس بدل الاكس حطينا expected value of x وبدل الواي حطينا expected value of y، لانه حكينا انه المين بتتأثر بالجمع والضرب، فبحط الجمع والضرب اللي بيأثر على الاكس بنفس الاشي بيأثر على expected value للاكس عشان اطلع قيمة expected value للواي. واخر اشي عندي هو الفاريانس، فاريانس الواي وبيساوي a تربيع ضرب فاريانس الاكس. هون ليش ما حطينا زائد بي؟ لانه اصلا الفاريانس ما بتتاثر بالجمع والطرح، بس بتتاثر بالضرب والقسمه، تمام. هيك خلصنا القوانين تاعت الواي. هلا في عندي هذا المثال بحكي لي suppose you have distribution of x mean of x 22 standard deviation of x يساوي 3، ومعطيني معادله بتحكي انه y تساوي 3 x زائد 1. Find the mean of y and the variance of y. أول إشي بدي أطلعه المين. المين حكينا نفسها بتعبر عن الـ expected value. Expected value للـ y حكينا على قانون expected value يساوي a
ضرب expected value لل x زائد b، بكتب القانون وبعوض عليه. مكان ال a باخذ الثلاث اللي معطيني اياها بالسؤال، مكان ال x ال expected value لل x بحط المين اللي معطيني اياها برضه كمعطيات بالسؤال اللي هي نفسها expected value لل x يساوي 22، وال b معطيني اياها بالمعادلة يساوي 1، بحسبها وبطلع معاي 67. طالب مني كمان احسب الفاريانس اوف واي. الفاريانس اوف واي تساوي حكينا اي تربيع ضرب الفاريانس اوف اكس. باجي اعوض على القانون، اي تربيع هيها 3، 3 تربيع ضرب فاريانس الاكس. فاريانس الاكس مش معي، كيف بدي اطلعه؟ معطيني بالسؤال هو ايش الستاندرد ديفيشن للثلاث، الستاندرد ديفيشن للاكس، ومعطيني قيمتها 3. واحنا بنعرف انه الستاندرد ديفيشن بقدر اطلع منه قيمة الفاريانس والعكس، يعني بقدر اطلع من الفاريانس ستاندرد ديفيشن والستاندرد ديفيشن من الفاريانس، بحيث ان الستاندرد ديفيشن تربيع تساوي الفاريانس. فهون احنا اخذنا قيمة الستاندرد ديفيشن للاكس من السؤال اللي هي 3، ربعناها بتعطيني فاريانس الاكس وبيساوي 9. بروح بعوض بالقانون بطلع معاي فاريانس الواي يساوي 3 تربيع اللي هو A تربيع، وضرب الفاريانس الاكس اللي هو 9، وبطلع معاي الجواب 9 ضرب 9 يساوي 81.